أهلا بكم. القرصنة الإلكترونية أو القرصنة المعلوماتية، وكما يقال عند البعض الجريمة الإلكترونية. طبعا هذا الموضوع لم تسلم منه الاقتصادات الكبيرة أو حتى الصغيرة، وحجم الخسائر تصل تقريبا، وهذه تقديرات، إلى تريليون دولار. هذه الجريمة هي كل ما له علاقة بالتعدي على حقوق الملكية العائدة للأفراد أو الشركات. ماذا يعني ذلك؟ ماذا عن أنواع الملكية الفكرية بداية، أو أنواع الملكية الإلكترونية؟ الملكية الإلكترونية أنواع العمل الإبداعي، الأفلام، الموسيقى، البرمجيات، الاختراعات. أيضا هناك المنتجات المحمية بعلامات تجارية معروفة. ما هو الصيد الثمين بالنسبة لهذه الشركات، يعني أو هذه لقراصنة المعلومات؟ ما هي يعني الصيد الثمين؟ الصيد الثمين بالنسبة لهم شركات السيارات، بالنسبة لهم البنوك، شركات الائتمان العالمية، وأيضا الشركات المتخصصة في صناعة في الصناعات السينمائية أو الصناعة السينمائية، وأيضا الشركات المتخصصة في الصناعات الفنية والترفيهية وحتى التكنولوجية. من هي الشركات الأكثر معاناة؟ طبعا شركات تكنولوجيا المعلومات بالتأكيد هي الأكثر معاناة. من بين هذه الشركات شركة مايكروسوفت، أيضا هناك مثلا على سبيل المثال سيمانتك، نيرو، وأيضا أبل، وأدوبي. أدوبي هي أكثر شركة تقريبا تعاني من موضوع القرصنة الإلكترونية. نسبة المبيعات أين تنتشر وفي أي الدول؟ طبعا الصين تحت المركز الأول بتقريبا بنسبة 90%. 90% من البرامج الموجودة في الصين هي برامج مقرصنة. وأيضا بنسبة أقل ولكن تقترب من هذه النسبة روسيا، كولومبيا، ماليزيا، أوكرانيا. لكن ماذا عن الدول العربية؟ أي الدول العربية تحت المكانة متقدمة فيها قرصنة إلكترونية؟ طبعا هناك دول عربية تقترب القرصنة من 91%. ثلاث دول عربية: اليمن، ليبيا، العراق. لكن ماذا عن الدول العربية الأخرى، مثلا تونس أو لبنان، المغرب، الجزائر، سوريا، الكويت وغير ذلك؟ هذه الدول التي أمامكم نسبة القرصنة فيها من 60% إلى 70%، تتراوح ما بين هذه النسبة. لكن من هي الدولة الأفضل عربيا؟ الدولة الأفضل عربيا هي دولة الإمارات العربية المتحدة، نسبة القرصنة فيها تقريبا 35%، وحتى على المستوى العالمي هذا يعني رقم متقدم جدا. الآن إذا ما تحدثنا عن يعني الأفضل عربيا، جوناثان، هذا الشخص جوناثان جيمس هو أشهر قراصنة المعلومات على الإطلاق في العالم. ما هو السبب؟ هذا الشخص بعمر 16 سنة فقط تم سجنه وحكم عليه تقريبا 10 سنوات. قام باختراق وكالة ديترا، هذه الوكالة مسؤولة عن أمن معلومات وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون. حصل على معلومات غاية في الحساسية والسرية. كذلك هذا الشخص وبعمر 16 سنة اخترق النظام الرئيس لوكالة ناسا وسرق برامج متطورة ومكلفة للغاية. رغم أنه كان من المفترض أن يمضي في السجن 10 سنوات لأنه حصل على عفو، وتم اقتصار مدة السجن إلى 6 أشهر فقط وفي البيت فقط، وهو الآن يدير شركة لأمن المعلومات في الأنترنت. الآن ماذا عن أرقام حول عالم القرصنة؟ من بين أبرز الأرقام في حول عالم القرصنة، طبعا التقديرات تريليون وممكن تكون أقل أو أكثر، لكن 67% من المواقع المستهدفة موجودة في أمريكا الشمالية وأيضا في أوروبا الغربية. 22% من الاستخدام العام للإنترنت مخصص للقرصنة. 50% من البرمجيات المستخدمة في العالم مقرصنة. 50%. 75% من الأجهزة تحتوي على برنامج واحد منزل بطريقة غير شرعية. من المعلومات الأخرى على موضوع القرصنة، نلاحظ أن 95%، وهذا رقم مهول جدا، 95% من الأغاني التي تنزل من مواقع الإنترنت غير قانونية. أيضا حرمت القرصنة الاقتصاد العالمي، هذا في العام الماضي 2012، حرمت من ضخ 142 مليار دولار. أفاتار، كما تحدثنا قبل قليل بأن الصناعة السينمائية مستهدفة في موضوع القرصنة الإلكترونية وأيضا الصناعة الموسيقى وغير ذلك. أفاتار وهو فيلم شهير جدا، هذا من أكثر الأفلام اللي تعرض للقرصنة في تاريخ السينما. تم تنزيل 20 مليون نسخة في ظرف عام واحد. طبعا هناك يعني تقارير تحدثت على أن بعض الدول قامت باستحداث أو تأسيس جيوش إلكترونية، وهناك دولة عظمى فعلا أقرت تأسيس هذا الجيش وأسمته بالجيش الأزرق. وهناك أيضا يعني قرصنة ذات طابع سياسي، وسمعنا عن محاولات ما بين هاكرز سعودي وهاكرز إسرائيلي واختراق ل يعني حسابات مصرفية. وأيضا في الربيع العربي انتشر هذا الموضوع، وأبرز عملية قرصنة ما تعرض لها حساب الإلكتروني للرئيس السوري بشار الأسد.
دراسات مهمة كشفت على أن أغلب من يسهلون عمل القرصنة هم في الأصل خبراء متخصصون في أمن المعلومات. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك هم دواء وهم داء بنفس الوقت. شكرا لكم.